بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، باب في طاعة أولي الأمر، فصل فيما ذكر من في ذكر ما ورد من التشديد في الظلم. عن خالد بن حكيم بن حزام أن أبا عبيدة تناول رجلاً من أهل المدينة، فقال له خالد بن الوليد فيه، فقالوا أغضبت الأمير، فقال خالد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذاباً للناس في الدنيا أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة. هذا قرأناه يا شيخ ما بعد. عن عاصم بن علي ابن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله فليتحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه، حين لا تكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. اقرأ ما بعدك، هذا قرأنا. عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يأس أن تعبد الأصنام بأرض العرب، ولكنه سيرضى بدون ذلك منكم بالمحقرات من أعمالكم وهي الموبقات، فاتقوا المظالم ما استطعتم، فإن العبد يجيء يوم القيامة وله من الحسنات ما يرى أنه تنجيه، فلا يزال عبد يقوم فيقول يا ربي أن فلان ظلمي مظلمة، فيقول امحوا من حسناته حتى لا يبقى له حسنة. حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس قد أيس أن تعبد الأصنام بأرض العرب، قالها صلى الله عليه وسلم في أحد خطبه في المناسك إما بمنى أو عرفات. قال إن إبليس قد أيس، اليأس يعني قطع الأمل، أن يعبد في أرض العرب وأن تعبد الأصنام في أرض العرب، وفي رواية أن تعبد غير أن يعبد في هذه في أرضكم هذه، اختلاف الرواة في نقل الألفاظ. إبليس أبو الجن، كل الشياطين من نسله، والله عز وجل أعطاه الخلد إلى يوم يبعثون، وليس هذا لغيره، وجعله الله فتنة. يقول هو خلقه الله ابتلاءً للمكلفين، همه أنه يقطع الأعمال الصالحة عن المستقيمين، ولذا يكثر فيهم في الغالب الفتنة لأجل إخراجهم من الدين، لأنه عاهد الله أنه يقعد ويترصد
المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وقال مرة أخرى: لأمنينهم ولآمرنهم فليقطعن آذان الأنعام، يعني كل مخالفة فيها عدم الطاعة لله ورسوله يسعى هذا الشيطان إبليس وأعوانه في إبعاد بني آدم عن الطاعة. يقول صلى الله عليه وسلم: أيس إبليس أن يعبد في هذه الأرض؟ الحديث ظاهره فيه إشكال لمن لم يتمعن، لأنه قال هو أيس من هذه، لكن رضي بشيء آخر غير العبادة. لما والنبي صلى الله عليه وسلم تفطن يا عبد الله، ما قال أنه لا تكون عبادة للشيطان في هذه الأرض، ولم يقل أن هذه الأرض محروسة من الشيطان كما قال أن في المدينة أنها محروسة أن يدخلها الدجال، لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما بين أن إبليس من كثرة إمعانه في الفساد وحرصه على إخراج المسلمين من دينهم أراد أن يعيدهم إلى حالتهم الأولى قبل بعثة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، لم يجد ذلك، أيس، اليأس يعني قطع الأمل، قال هؤلاء لا يعودون، لكن هو طمع ورجى ورضي من هؤلاء المستقيمين أن يعملوا بالمحقرات. المحقرات يعني أصلها جمع حقير، أمر محقر، أي أن من يقوم بعمل مثل هذا يرى أنه ضئيل وضعيف ولا يؤثر، لأن يظلم المؤمن ظلما يقول هذه تعفى أو يأتي كذا، ويقول الكلمة فيستهين بها ويعمل السيئة فيستهين بها. المحقرات ما يراه المرء أنه حقير، يعني ليست كبائر كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس، لكن رضي بهذه المحقرات. صلى الله عليه وسلم لم يقل أن أرضكم هذه حرست ومنعت من أن يعبد فيها الشيطان، لكن حكى عن إبليس أنه يأس من ذلك. هذا لما تبين أن الحديث لا يدل على نفي عبادة الشيطان، إنما يدل على حالة الشيطان في يأسه. هذا اليأس تحقق في كثير من أرض جزيرة العرب، لأن الشيطان يأس من الجماعات، كما أنه استطاع أن يهلك جماعات في غير الجزيرة، أمة من أمم الديار والقرى والمدائن أجمعوا على أن يعبدوا صنم وعلى أن يعبدوا بقر وعلى أن يعبدوا حيوانات، ومنهم من يعبد فروج النساء، ومنهم لا ما همه إلا المال، يعبدون المال على شكل جماعات. هكذا نحن نراهم في كثير من القرى والمدن، وما حولنا نرى ذلك، منهم من يعبد حاكمهم ويأمر المؤمنين بالسجود لحاكمهم، ومنهم من يعبد بعض آل البيت، إنما هم يعبدون الشيطان. ولكن سلم الله هذه الديار أنه ليس جماعات منتظمة تجهر بذلك. نستفيد من هذا الحديث أن هناك شرذمة قليلة أو أفراد يعبدون الشيطان، يعبدون إبليس. عبادة إبليس ليست كعبادة أولئك الذين يعبدون الشيطان كاليزيدين وغيرهم ممن يجعلونه يهابونه ويخافونه، يقدمون له القرابين ويصورونه بصور يرون أنه هو الذي يتصرف في الكون، هذا لا يوجد. لكن
العبادة عبادة العبادة معناها الطاعة، عبد فلان ربه أي أطاعه، طاعة مقرونة بمحبة، ما هي طاعة مجردة عن محبة، هذه المحبة مقرونة بهيبة، الهيبة بمعنى أنك تهابه، لا ليس معناها الخوف، لأن الخوف تخشى الظالم من الانتقام، تخشى ذا البطش من بطشه، لكن الهيبة تهابه لمعنى فيه يضطرك أن إذا رأيته أن يقع منك احترام، وأن يقع منك طاعة، وأن يقع منك تنفيذ ما يقوله، هذه لا تكون إلا لله. إذا اجتمعت الثلاثة محبة وطاعة مع مهابة، لأنه لو فقدت واحدة من هذه الثلاث ما عبد المرء ربه، تعبده تطيعه فيما يأمرك وينهاك، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، يعني هؤلاء أهل الكتاب ادعوا طاعة الله عز وجل، يقول ربنا لو ابتلاهم بأنهم يخرجون من هذه الديار أو ابتلاهم بأنهم يقتلوا أنفسهم ما فعلوا، أما في هذه الأمة فأكثرهم يطيعون الله عز وجل ويفعلون. المرء مكلف بأنه يترك الشبهات والفواحش والمحرمات الظاهرة، نفسه تدفعه بقوة أن يقوم بهذا العمل، مكنه الله من مال ليس له فنفسه تراوده أن يخون أو يغدر أو يأخذ هذا المال، يقاوم هذه النفس لأنه يعلم أن الله مطلع عليه، ثم يخشى عاقبة ذلك في هذه الدنيا أو في الآخرة، فيكف مقاومته للنفس ومحاربته لها، أمر ذا زلزال عظيم، ترى هذا الأمر لا تستهين به يا عبد الله، الكف عن المحرمات ومنع النفس مجاهدتها، سيما إذا خلوت بنفسك لا مطلع ولا رقيب إلا الله عز وجل، مع تمكنك من تنفيذ هذه الرغبات فلم تفعل دل على أن في النفس إيمان ثقيل، فإذا كانت هذه النفس وهذه الشهوات تدفعه فيغلب عليه تلك الشهوات يكون قد أطاع الشيطان وعبده. ولذا جاء في آيات كثيرة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، اتباع خطوات الشيطان يعني طاعته، طاعته هي العبادة. فلما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب، أي أنه ليس هناك جماعات كثيرة متفقة كاتفاقهم على أن يعبدوا بقر أو حيوان أو كذا، هذا لا يوجد. أما الأفراد فلم يذكر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لم يتمكن منهم، ما قال ذلك، لكن بيّن أنه عبادتهم على شكل جماعي هذا لا يكون، ولكن رضي لما أيس من هذه، قبل الرضا هنا بمعنى القبول، لأن الرضا نوعان، العبد المؤمن قد يرضى لا رضا المكظوم، المكظوم يعني الذي يغضب ويستفز ويعجز عن الانتقام، يقوم يكبت غيظه ويكبت ما حل به من آلام فيكظمه، بمعنى أنه يصل إلى الصدر فيحشره، الكاظمين الغيظ أي ما نفذوه، مع الآلام النفس تشتعل لأجل الانتقام،
فهؤلاء الذين صبروا وكظموا الغيظ وفعلوا ما فعلوا رضاً لله عز وجل هو الذي يثاب. أما أنك تقول فلان حليم وكظم الغيظ لعجزه عن الانتصار، فلان تقول أنه كريم وسخي ولم يبدو من سخائه إلا أنه أخرج بعض زوائد المباح من طعام وغيره عن غير طيب نفس، مثل الذي يخرج الزكاة غير طيبة بها نفسه، غير كذلك الذي يقوم إلى الصلاة يقوم وهو كسلان وهم كسالى، وإذا أنفق المال أنفق وهو كاره غير طيب النفس. هؤلاء لا يؤجرون أو لا يقبل منهم ذلك. الشيطان رضي، رضاه رضا المكبوت المغلوب على أمره، رضي منهم أن يأتوا بالمحقرات، أن يأتوا بالمحقرات، بسم الله، رضي منهم أن يعملوا الأمور التي يرونها أنها بسيطة. جاء الحديث إياكم والمحقرات فإنها المهلكة، كمثل قوم ذهبوا في فلات وأرادوا إنضاج طعامهم، فذهب كل فرد فجمع عوداً وخشباً وعشب وحطب حتى امتلأ المكان، ثم أنضجوا طعامهم. قال الذنوب كذلك تتجمع وتتراكم على المرء حتى تهلكه. اسمعوا ما يقول القارئ، قال قد رضي ولكنه إن إبليس يأس أن تعبد الأصنام بأرض العرب، ولكنه سيرضى بدون ذلك منكم بالمحقرات من أعمالكم. بدون ذلك يعني أقل من الشرك وأقل من العبادة التي هي عبادة خضوع له. نعم، سيرضى بدون ذلك منكم بالمحقرات من أعمالكم وهي الموبقات، فانتقوا المظالم ما استطعتم، فإن العبد يجيء يوم القيامة وله من الحسنات ما يرى أنه تنجيه، فلا يزال عبد يقوم فيقول يا ربي إن فلان ظلمني مظلمة، فيقال امحوا من حسناته حتى لا يبقى له حسنة. قال رضي بالمحقرات، المحقرات عبادة للشيطان، لكن عبادة تختلف، فيه عبادة يكون كفر وخروج عن الملة، وصاحبه لا يقبل الله منه طاعة حتى يعود إلى الإسلام، وعبادة أنه يطيعه في بعض المعاصي مع علم هذا العاصي أن هذا الأمر لا يقبله الله عز وجل، فلا يزال في القلب نوع من تأنيب وشغل الضمير وحرقان القلب، هذا يرجى له خير، وهذا يغفر الله له إذا استغفر هذا العبد. بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور التي تعتبرونها حقيرة تراها مهلكة، تجتمع على المرء فيموت فيلقى الله عز وجل بحسنات يظن أن هذه الحسنات تنجيه، صام وتصدق وصلى، ويوم القيامة ينتصف الله من الظالم للمظلوم، والله جعل لكل، لأن في يوم مقداره 50,000 سنة، الناس تموج بعضها في بعض، ويأتي الرجل يعرف أن له حقاً على فلان، فالملك يسلك به إلى ذاك الشخص الظالم الذي ظلمه في عرضه قال فيه قولاً غير صحيح، أو أخذ شيئاً من حقوقه، أو امتنع عن رد حق له، فيمسك به يقول يا ربي هذا ظلمني إن لي حقا، ويقول الله عز وجل خذوا من حسناته حتى لم تبقى حسنة، ويظن أن هذه الأمور بسيطة، لا تظنها بسيطة. الله عز وجل لما ذكر هذا وذكر الوعيد في الآخرة، لا تظن يا عبد الله أنه يسلم في هذه الدنيا من العقوبة، لا، فإن ليس الأمر كذلك،
من أتى بمعصية لا بد أن يلقى جزاءها إن لم يستغفر أو يتوب أو يأتي بحسنات أعظم من تلك السيئات، وإلا لا بد من عقوبة. وإذا رأيت المبتلين في هذه الدنيا إما بفقر أو حاجة شديدة أو مرض من الأمراض أو وسوسة غلبت عليه أو خاطر ملأ قلبه لا يهنأ بطعام ولا نوم، فاعلم أنها ذنوب، وليس هناك علاج إلا أن تبين له الحق وتدعوه إلى المغفرة والاستغفار. الله كريم يحب من عباده أن يلجأوا إليه، وأحب العباد إلى الله من دلهم على هذه الخطوة. ما تقول له روح إلى البحر، ولا تقول له اقرأ المجلات وانظر إلى هذه الآلات، فإنها تذهب عنك السآمة. هذا نوع من وساوس الشيطان، ومن فعل ذلك فقد ضل عباد الله. اطلب منه الصدقات والاستغفارات، والاستغفار. هذا الكرب يا عبد الله لا يجليه إلا الله، ولا يكشف هذا البؤس إلا الله عز وجل. هذا نص في كتاب الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. اقرأ ما بعده. عن رافع الخير الطائي قال: صحبت أبا بكر في غزاة، فلما أقفلنا قلت له: يا أبا بكر أوصني. قال: أقم الصلاة المكتوبة لوقتها، وأدي زكاة مالك طيبة بها نفسك، وصم رمضان، واحجج البيت، واعلم أن الهجرة في الإسلام حزن، وأن الجهاد في الهجرة حزن، ولا تكون أميرا. فذكر الحديث. بس قف على هذا. رافع الخير الطائي اسمه رافع بن أبي رافع بن عمرو، ومن طي. هذا الرجل قصته، هو من أهل البادية ليس من أهل المدن، خالد بن الوليد في الكوفة. طلب منه عمر بن الخطاب أن يذهب إلى الشام لأجل أن يفتح بلداً ويعين المسلمين، فهم في ضائقة. هذا البلد الذي سيذهب إليه لم يعرف أحد من جنده من يسلك به طريق مختصر قبل أن يهلك المسلمين قبل أن يهلك المسلمون في تلك القرية. فسأل: من يعرف من يدلنا على طريق مختصر؟ جنده العارفون قال: هذا لا يعرفه إلا فلان رافع الخير الطائي. وجدوه هناك فسألوه رافع الطائي هذا كان لصا، أي كان يسرق الناس ويغير عليهم، وكان يأتي ببيض النعام له بيض كبير، فكان يجوفه ويملأه ماء ثم يدفنه في الرمال في طريق، حين يأخذ ما يسرقه فيفوز العرب، يعني يفوت هؤلاء الطالبين. ثم تاب، من الله عليه بتوبة، واختلفوا أهو صحابي أو تابعي. قالوا: فلان رافع يعرف الخير. قال: نعم أدلكم، افعلوا كذا واسلكوا معي كذا. وقطع المسافة التي هي في شهر في 5 أيام حتى وصلوا إلى المكان المطلوب. هو في أثناء السير لاحظ أبا بكر رضي الله عنه مشتمل بشملة وكانت ضيقة، فيأتي بالخلال، لأنه لو تركها انفرجت عنه الخلال. ما رأيتم النخل له شوك يسموه السلال، مثلها يأخذونها بدل ما يكون مشبك ولا إبرة أو كذا، فيأتي بالخلال فيشبك. رأى سمته أعجبه، قال: يا فلان أريد صحبتك، يعني هل توافق أني أصحابك؟ فقبله أبو بكر رضي الله عنه
فجاءت هذه القصة. اسمعوا جملة جملة. قال هذا أصل القصة. قال صحبت أبا بكر في غزاة فلما قفلنا قلت يا أبا بكر أوصني. لما قفلنا يعني انتهوا من الغزو وأراد الرجوع. قال يا أبا بكر أطلب منك وصية توصني بها. اسمعوا وصية أبو بكر رضي الله عنه. قال أقم الصلاة المكتوبة لوقتها. لوقت اللام يسموه لام التأقيت. فطلقوهن لعدتهن، ما هي لام العلة وليست لام الأمر، إنما هي لام التأقيت، أي في وقت حلول العدة. لما قال هنا أقم الصلاة لوقتها، أي إذا حل الوقت أقم الصلاة، يعني صلي إن كنت في جماعة أو كنت وحدك. وهذه أفضل الأعمال. لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، ووجهت له صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة بمعنى هذا السؤال أي الأعمال أفضل. مرة قال الجهاد في سبيل الله، ومرة قال الحج المبرور، ومرة قال بر الوالدين. اختلفت أجوبته صلى الله عليه وسلم لأجل أن السائل أو السائلون كانوا يحتاجون إلى هذا النوع من الجواب، أو أن الحالة. أما السائلون عرفنا، إذا جاء رجل قال أوصني قال لا تغضب، اللهم صل عليه وسلم سليما، لعلمه أن هذا أفضل ما يكون له في ذاك الوقت أن توصيه بعدم الغضب. وإذا جاء آخر قال أكرم جارك، لعلمه أنه كان مسيء للجيران. هنا لما قال أقم، لما إذا عرفنا ذلك فالوصية حسب السائل وحسب الحال. إيش معنى الحال؟ يعني الظرف والزمان والوقت المحيط بالمرء، يوم يكون فيه فقر شديد والناس في حاجة، فيسألك زيد أي الأعمال أفضل، قل الصدقة في هذا الوقت الناس في حاجة إليها. وإذا رأيت الناس يخلون بالمروءة ولا يعطف بعضهم على بعض، فتخبره أن أفضل الأعمال النجدة والمروءة. فهنا قال أوصني، قال أقم الصلاة لوقتها، وهذه أفضل الأعمال لمن أتى بالأعمال. ثم قال صلى رضي الله عنه في وصيته لرافع وأدي زكاة مالك طيبة بها نفسك. هكذا العبارة عند البيهقي. وأما رواة هذا الخبر في طبقات ابن سعد وفي تاريخ ابن عساكر قال إن كان لك مال فأدي زكاته، وهذا أقرب إلى الصحة، لأن لما تقول أدي زكاة مالك قد ما يكون عنده مال، كما جاء في الأحاديث بعض الأحاديث ما فيها الحج، لأن الحج فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. هنا قال إن كان لك مال فأدي زكاته. أمره أولاً بالصلاة ثم ثنى بالزكاة. اقرأ ما بعده شيخ فالح. وصم رمضان. وصم رمضان واحجز البيت. وصم رمضان وحج البيت، جاء بالأركان الخمسة الأربعة، لأن شهادة الإيمان هي الأولى. قال صم رمضان واحجز البيت. حج البيت واحجج البيت، حج مثقل مضاعف. أصل لما جاء حج الجيم مشددة، الشدة في اللغة العربية بحرفين، إذا فككتها يقال أحجج. ضم يدك إلى جناحك، ضم الميم مشددة، فإذا أردت التخفيف قلت أضمم فتفك الإضغام. ولذا في القراءة لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الحرف بعشر حسنات، ومن فسل الحرف
بالحروف الهجائية يجعل الشد بنوعين من الحسنات. قال: واحجج البيت. هذه الأركان الأربعة مع الإيمان هي الأركان الخمسة. نعم. واعلم أن الهجرة في الإسلام حسن، وأن الجهاد في سبيل الله في الهجرة، ولا تكونن. أعلم أن الهجرة في الإسلام حسن، وأن الجهاد في الهجرة حسن، لأن الجهاد ما فرض إلا بعد بعد الهجرة، لأن المسلمين في مكة قبل فرض الهجرة كانوا مستضعفين، والله ما فرض الجهاد إلا بعد أن ذهبوا إلى المدينة وكونوا دولة، فحينئذ فرض الجهاد. ولا وبداية الجهاد قاتلوا الذين يقاتلونكم من الكفار، ثم بعد ذلك شرع الجهاد. فقال: هذه أركان الخمسة. ثم ذكر له مسائل أخرى. قال: الهجرة حسنة، يعني والهجرة انقطعت من مكة إلى المدينة، لكن بقي حكمها لما انقطع لما انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة فيه آية، يعني بمعنى علامة عظيمة لا يستطيع أن يخبر بها أحد إلا الله عز وجل. دلت الآية على أن مكة لا يعود فيها الكفر كما كان قبل الإسلام، فيه بشارة بذلك. قال: الهجرة، وكانت الهجرة مفروضة، لما انقطعت من مكة بقي حكمها في سائر الأوطان الذي يعجز صاحبها عن إقامة الشرع، ما تذهب إلى بلد لا تقام فيه الصلاة ويضيق على المسلمين ويقول آكل عيش وأتي برزقي. هذا ما فهم أن الله هو الرزاق وحده المتكفل بإطعام البشر ورزقهم، هذه من غفلة المسلمين. قال: الهجرة حسنة. الهجرة قلنا أنها قائمة لا أن تقوم الساعة. ثم هجرة أهل البوادي، البادية البعيدة عن القرى، عن المدن الكبيرة وعن الحواضر، في الغالب لا تقام فيهم صلاة الجماعة، وكثيرا ما يعلمون حكم الله عز وجل في مسائل كثيرة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. حدود ما أنزل الله يعني حد الصلاة، متى تكون هناك مبطلات لها ومتى تشرع وغيرها. فالله ذكر أن أهل البادية بعيدين، البادية الذين يرعون كذا وبعيدين عن الإسلام ولا يعلم، هذه قائمة، وكانت الهجرة فرضا في أول الأمر على سائر الناس، ومن لم يهاجر لا يكون له حق في الفيء، وإذا ظلم لا يستنصر إلا إذا استنجدوكم في الدين. فكانت هجرة أهل البادية. ولذا قال أبو بكر في هذا الكلام، هذا الكلام في أول خلافة أبي بكر، قال له أبو بكر رضي الله عنه: والهجرة حسنة، أمر حسن مرغوب فيه، والجهاد أمر مرغوب فيه. نعم. ولا تكونن أميرا. فذكر الحديث ثم قال: إن هذه الأمارة التي ترى اليوم سيرة قد أوشكت أن تفشو وتكثر حتى ينالها من ليس لها بأهل. ولا تكونن أميرا، فذكر الحديث، لما قال فذكر الحديث دل على أن هناك جملة محذوفة. الجملة المحذوفة قال: ولا تكونن أميرا، قال رافع الخير: وهل الأمارة إلا فيكم أهل المدن؟ كيف تقول لا تكونن أميرا؟ أنا من البادية ما يجعلوني أمير، إنما الأمير فيكم يا أهل المدن. فقال: لا، انتظر، ستكثر الأمارات وسترى. اسمعوا ما يقول، اقرأ. إن هذه الأمارة التي ترى اليوم سيرة قد أوشكت أن تفشو وتكثر حتى. هذه الأمارة التي تراها اليوم
سترى أنها ستكثر وتعم، وفعلا كثرت وعمت حتى تولى هو الإمارة. الأمارة لا تظن أنها الخلافة، الأمارة أن يكون أميرا على قرية أو أميرا على جماعة أو أميرا على أناس طلب منهم تنفيذ أمر. السرايا لها أمراء، والمبعوثون في تحقيق أمر للمسلمين فيهم أمير. فقال انتظر فسترى أن الأمارة تكثر وتفشو في المسلمين حتى يتولاها من لا يستحقها. اسمعوا ما يقول: حتى ينالها من ليس لها بها بأهل، حتى ينالها من ليس لها بأهل، حتى يكون يؤمر وليس أهلا بتلك الأمارة. نعم. وإنه من يكن أميرا فإنه من أطول الناس حسابا وأغلظه عذابا، ومن لا يكون أميرا فإنه من أيسر الناس حسابا وأهونه عذابا، لأن الأمراء أقرب الناس. هذا الشاهد، البيهقي أورد هذا الأثر ليبين أكثر الناس حسابا، يعني يطول حسابه ومناقشته، وأشدهم عذابا الأمراء. لما كان ذلك يا عبد الله؟ لأن يتولى جماعة من المسلمين، ولا بد أن يكون فيهم ظلم بعضهم من بعض، وأكثرهم لا ينصف الظالم من المظلوم، وأكثرهم ملهم بنفسه ويغفل، وبعضهم تأخذه الرشاوة كما نراه في واقع الناس، وهذا من قديم وهذا الزمان. فقال يتنالها من لا يستحقها. اقرأ: ومن يظلم المؤمنين فإنما يغفر عند الله عز وجل، هم جيران الله وهم عباد الله. لأن الأمراء أقرب الناس، يعني أنهم مكنوا من مصالح المسلمين، إما ظلموا بأنفسهم أو لم ينصفوا المظلومين، فكان ذلك هو كراهة الناس في الأمارة، كراهة المتقين في الأمارة. هذا الحديث لما ذكره أبو بكر الصديق ما جاء به من عند نفسه، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة أن الأمراء أشد الناس عذابا تزهيد في الأمارة وترغيب عنها وطلب البعد عنها. إذا قال الأمارة: يا عبد الله، إذا كنت رئيس قسم ورئيس ديوان وسيد قوم ومطلوب منك كذا، لا تظن الأمارة كصلاح أهل العصر الآن، لا، كل من تولى مسؤولية قوم أو فرد أو عشيرة أو عشرة أشخاص فإنه يعتبر أمير حينئذ، لأن كلمته نافذة وقوله مقبول. فالنبي أبو بكر الصديق رضي الله عنه زهد الناس في هذه بتخويفهم مما يلحق هؤلاء من المسؤولية. نعم. ومن يظلم المؤمنين فإنما يغفر عند الله عز وجل، هم جيران الله وهم عباد الله. والله إن أحدكم لا تصاب شاة جاره أو بعير جاره فيبيت وارم العضل، يقول شاة جاري أو بعير جاري والله أحق أن يغضب لجيرانه. قال: لأن الأمراء، لام التعليل، لما كان أشد الناس ظلما؟ قال: لأن الأمراء أقرب الناس من ظلم المؤمنين، يعني الظلم يقع من غير الأمراء لكن هم أكثر أقرب إلى الظلم من غيره. ومن يظلم المؤمنين فإنما يخفر عند الله عز وجل. الخفر أصله عهد، فلان يطلب من فلان الخفارة يعطيه إما أجرة دنيوية أو يسأل منه ذمة ومروءة أن يحميه من شرار قومه أو من سابلة الطريق قطاع الطريق، فيقول: أنا في خفارتك. فمن لم يحفظ تلك الخفارة فقد نقض العهد وآذى المسلمين،
وشنع عن هذا الدين. فأبو بكر رضي الله عنه لما قال هؤلاء أقرب الناس إلى الظلم، قال لأنه يخفر ما طلب الله منه من عهد، الله عز وجل والله تلك الولاية. ترى الولايات ما جاءت عن شطارة، من رغب فيها وحرص ورشى حتى نالها هو بجهده وكسبه، لكن لو أراد الله امتناعه لم تنعه، لكن أراد أن يبتليه لشدة حرصه. فهذا لما ابتلي بهذا لم يقم بذاك الحق. الله عز وجل عهد على لهؤلاء أن يأتوا بالحق ولا يظلموا، فقال هذا ظالم، خفر الله في العهد، بمعنى أنه لم يتم خفارته مع الله عز وجل. قال هم هؤلاء في جوار الله فآذوا جيرانه، وهؤلاء عبيد الله تعوذوا به، أي طلبوا منه سبحانه أن يعيذهم من ظلم الظالم، فهذا خفر الجير ونكث العهد ونقض ما استعاد هؤلاء بالله عز وجل. نعم، والله إن أحدكم ليصاب شاة جارته أو بعير جاته أو بعير جاره فيبيت وارم العضل، وارم العضل، يقول أحدكم يعني واحد المسلمين شائع غير معين من عزته وأنفته أن جاره لو سرقت شاته لتأذى وطلب الانتقام، ولو أن جاره أسيء إليه لرأى أن هذا فيه إساءة وفيه إهانة للجوار فيغضب ولا ينام إلا هو وارم العضل. العضل يعني جسمه ينتفق من شدة غضبه. وأنتم ترون أن ذمم الله تغفر وعباد الله يظلمون، ولا يهاب ولا يخاف، قال هذا غير لائق. نعم، والله أحق أن يغضب لجيرانه، والله أحق أن يغضب لجيرانه، أحق بمعنى أنتم تغضبون لجواركم، والله عز وجل أحق بمعنى أولى أنه يغضب لعبيده من أن يظلموا. نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، الإشراك بالله، يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يتركه الله، ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من بعض، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يعبأ الله به، ظلم العباد فيما بينهم وبين الله، فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. الديوان بمعنى الكتاب الذي فيه يدون ما ينبغي أن يفعل ما لا ينبغي، فيقول الديوان عند الله ثلاثة أنواع. هذا الحديث سنتكلم عنه في حصة قادمة إن شاء الله، نقف على هذا المقدار في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.